المحتال يمارس الجسدي ولاقته هنا حيث مشيت الطبيب بتاع المحتال. انت مشيت الطبيب بتاع المحتال بس مشيت انت اللي ما مشيت وطارق لسه بلاك ولا ها مشيت اللي ما مشيت ايش ايش قال لك اول حاجه بعد ما سلم عليك الفوضى ده كله عندناها ايش قال لك؟ هو اللي قال لك النظاره ايش قال لك؟ فحصهم يعني عقوب فحص البخور يعني ما يحصل لكن الفضل الفحص ضاع فحص نعم مش يعني هو اللي قال لك تعني شو عيونك؟ ما قال لي ها ايوه انت ما مشيت ولا حاجه خليه عشان يسوي انت قطره مش كده؟ ايوه نعم تنقطه كده ملك على بعض دايما تسعين جنيه. مش هيقدر يشوف. شيلو تكلم معاك وتعمل له قطر حتى يجيبه طق 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 من كده ولك عليه ما هو شو هو؟ وده يشوف القاع بتاع العين. ده شو جوا؟ جوا العين جوا. وحيشوفه شنو هذا؟ ده منظار. فيقدر يوسع الفتحة على حيطلع بها على حيخش بها الضوء بتاع المنظار. وانت جيت عينت للعين بتاعتك المراية عارف الفارغ في الكلام الفاضي هذا عارف العين بتاعتك عندك بهي اللي في بياض صح؟ في النص في شنو هذا؟ في سواد البياض ده ما عنده صلاح ما عنده في النظر في النظر ذات البياض ما شافها يعني لو سديت لك الابيض ده ما حد ما عندك مشكله تصدق ما شايف لكن لو سديت لك اللي شو هذا؟ الابيض ده ما حد عندك مشكله تعال لو الجزء الاسود ده تلقاه عنده خلي بالك كويس الجزء الاسود ده القاوع الجزء الاسود القاوع عامل كده الاول هكذا جاي هنا بياض جاي هنا بياض وفي النص كده ولا نين صغيرين هنا اللي اسمها بوبو دي ما هو الوعى ثلاث اشوال إنسان العلم إنسان العلم اسمه إنسان العلم سنتك ده اسمه البيوبيو ها اللي في الفيزيولوجي ها في الوقت الفار في اليق اسمه هنا شو ها اسمه البيوبيو اسمه سواد العلم شاعر قالوا من عجبي أني أحل إليهم واسأل عنهم من لقيت وهم معي تطالعهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبهم المنور. سواد العين من نصف ده 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 لو كويس جدا دي الحته دي بيخش فيها الضوء اصلا. ممكن تتوسع ممكن تضيق. توسع ضيقه ما يندي مش كده؟ ما يندي. فيها سموث موسس دائريه هكذا. يا اسموس بس الزهريه لما نحصل لها كونتراكشن بتضيق الفتحه والريسبتورز اللي موجوده في الاسموس بس دي عباره عن مسكرينيك ريسبتورز مسكرينيك ريسبتورز مسكرينيك معناته شنو؟ معناته الاسموس بس اللي سبلايد باي بارس يبقى سرق نيرف سيستم ممتاز. بعد ذا سموث مصيد السبلايد باي بارس يبقى سرق نيرف سيستم. عندها فايبرز ثانيه طالعه للخارج راديال فايبرز عامله كده. راديال فايبرز. لما يحصل لها كونتراكشن بتعمل شنو ها؟ بتوسع بتوسع لسان العين. And the receptors on the radial fibers are amplifiers. معناها ذا سبلاي باي. المسدد ده السيستم. عندنا الامبل فايبرز يعني. دي عباره عن امبل فايبرز. دي كده امبل فايبرز. دي عباره عن شباب. الفا ريسبتورز عفوا ذا راديال فايبرز هي الفا ريسبتورز. ودي عباره عن شباب. سيركل موسلز فيها هي شباب. في الاحوال العاديه عند الريستنج كونديشن الاثنين شغالين. السيمباثيك داير ضيق والسيمباثيك داير شنو هذا؟ داير يوسع. المحصل الاثنين بتاعتهم الاثنين
النورمال دايمتر الحجم الطبيعي تبعنا. لو وجدنا في المرايه شوف المرايه حجم الطبيعي تبعنا. تغلب اي واحد شوف على الثاني. تغلب السيمباثيتك على الباراسيمباثيتك بيحصل له ايش هذا؟ تغلب الباراسيمباثيتك على السيمباثيتك بيحصل له ايش هذا؟ بيحصل له كونستريكشن بيضيق الفيتوري بنسميها مايوزس. بيحصل له دايليتيشن بنسميها ايش هذا؟ مترييزس. كان بيعمل المايوزيس منو؟ السيمباثيتك ولا الباراسيمباثيتك؟ كمان بيعمل مايوزيس منو؟ بيضيق منو؟ والبيوسع منو؟ والبيضيق منو؟ الباراسيمباثيتك. لان مايوزيس بعد الطبيب بتاع العيون ده يعمل شنو؟ ده يوسع على القطره ويقطعها بربع ساعه، ربع ساعه دي القطره اللي بياخذها عباره عن اتروبين. هذيك في شنو هذا؟ المسكليك ريسبتورز بيشتغل الالفا ريسبتورز من غير مقاومه. ما واحد يزيد الالفا ريسبتورز، لكن تشتغل من غير ايش بقى؟ من غير مقاومه. هو العين بتاعتك ايش لها؟ متسع. يقول يقول هي عايم بيحق الحته فاتحه كويس جدا جدا، لكن طبعا وانت طالع منه بقول لك شنو؟ يقول لك يا اخي في كميات كبيره من الضوء حتخش على عينك فما يمديك كتبت حاجة تقراها في مدة أربعة خمسة ساعات من الآن يمشوها، ما يمديك مثلا أنت ساكت مش أربعة خمسة شهور، لا ها أربعة خمسة ساعات يمشوها ما يمديك يمشوها ما يمديك، لأنه ما حد تقدر تركز له بس لأنه في كميات كبيرة يمشوها. فالقطرة اللي أخذتها لك عبارة عن شنوها؟ عبارة عن مدري إيه هاي بتعمل إيه يمشوها؟ خدت لك التروبينا خدت لك الاتروبينا عشان يكفي لك شنوها؟ يكفي لك المسكين في السيركس. كلمة اتروبين بلاتيني يعني بالعربي اتروبين واحد من ذن جاي من شجرة بلاتين اسمها بلادول الشجر اللي طلع منها اتروبين الكلام ده يعني بتساعد في الفهم بلادول الشجرة اللي بتطلع من الأتروبين اسمها بلادونا. دونا بالعربي معناتها ليدي سيدة يعني. دونا. وبلا معناتها جميل باللاتيني. اسمها شجرة السيدة الليدي. لأن النساء كانوا بيجيبوا الصوت بتاع الشجر ده، يعني زمان الكلام ده، وحسوا عن شرايين ما بصوا مصاري. نعم. وخدتوا الاتروبين من عين العين اللي حصلها ايش بها؟ طيب ايش؟ And the more dilated the pupil, the more beautiful is it. يعني كل ما كان البيوت بتاع المرأة واسع كل ما كان أكثر جمال. كل ما كانت قبل ايش بدها ياتي كل ما كانت اسوء. القران قال حوم العين. العين معناته سيبيري ذا يوم. مترييزس عليم جدا. سيبيري هي ايش بها؟ لكن سيبيري دايليتد بيوبل. عين كلمه عين جايه من كل ما كان دايليتي اسمها شجرة السيدة بلا لكن إذا الميديسين مع المرأة لما يجي يقول لك أتروبين يقول لك جبت البيشن هجيب الشجرة عندك يقول لك لا عبارة عن مكان باعتبار مكان
الان بلادنا باعتبار ما سيكون لانه الاصل من السجل طالع للشباب. زاد بنشوفه يعني حسب الله التلفزيون ها بيضرب الله يعني الناس بتاعي ده حيوي بيقوم وحده بعيونه الناس كلهم يا سلام ليش دخلت الى تركيبه البخاري كلهم بدل مصطفى ها ما التروبين التروبين جنبه موجود فارق يصور وكذا ها رجال الخير المعلم كلهم عنده شو ها ونجيب بعد المحرم تدعي معي يا بابا طبيعي واجب المجلات بكم سنة يعني كان معروف ها لا بس نفس الحكاية زي ما انت مشيت بتاع عيونه خدتها لي شو ها كان يعمل لك بالك تكون طيب انظر فين ومثاب فين ومثاب ما تقول لي هذا شيء من هذا ما بس كان العرب معروف يعني حتى العرب ذات كانت تشهد هذا المثال حتى قد نذيره من القوادم غيرها بدر بن عمار بن اسماعيل اللي هو الكواري ها فده ديليتيشن التروبين هنا في هذه الحاله التروبين في هذه الحاله ايش هو؟ هو نحيبه شو ها؟ نحيبه ديليتيشن This is examples for the body الباصل الفكر العام اللي بتصلي شو؟ اول ما انت تكون عارف الحكايه بسبب انتر اكشن بين الاسيطاي والكولين والممثلين اللي تقدر تعمل تجيب طوال شو ها؟ التروبين تعال شو سيمباسيتك اكزامبل فور سيمباسيتك عم تبدا اكزامبل النهار لحظه النهار اكزامبل This is the heart. لما انت عارف الجزء الاولى This is the sign of the node. هنا دي اسئله مش كده؟ ساين او اتريال نود هذه مسؤولة أصلاً من العدد بتاع الدقات بتاع القلب، قلبك بدون كده. الدقات دي جاية من هنا. وفي الصابية النوت هنا موجود مسكرينيك ريسبترز وموجود بيتا مود ريسبترز. مسكرينيك ريسبترز جاية فارس بسيتك والبيتا وين ريسبتر جاي هنا شو ها؟ جاي سيمبسيتك يطلع هنا نور البنفل ويطلع هنا اسيتايل كولين اتحاد الاسيتايل كولين مع المسكرينك ريسبترز بينقص الدقات لا ما في كونتراكشن ينقص العدد بتاع الدقات واتحاد النور البنفل مع البيتا وين ريسبترز ها تزيد العدد بتاع الدكاتره. عند الرست كونديشن الاثنين شغالين. سيمباثيتك داير يزود البارا سيمباثيتك داير ينقص المحصله النهائيه اذا مور ولا هارت ريت. جاك البيشنت في المستشفى عامل كده. بس ما تسمع عاد عندي شو هاب؟ عندي زيادة شديدة جدا عند واحد في احتمالين ما انا اخش هنا او نقول احتمال الموجود اصلا جمال تاني اجي هنا واقفل هنا شو هاب؟ عشان انقص الانتر اكشن ما بين النور كليفن و ايش حصل العدد بتاع الدقات؟ مثل ما في المستشفى هنا بيشن بيتا بوكر بيتا ايش ما بيتا بوكر يعني حاجه تكفي للبيتا بيتا بوكر ركز كويس بالله عندك معلومه هنا مهمه جدا
في البودي في نوعين من البيتا جلوكوز، البيتا 1 والبيتا 2. بالنسبه لكم انتوا بيتا 1 ريسبترز ار اكسكلوزيفلي بريزنت في الحلق، يعني ما هو بيجي مكان ثاني غير شو ها؟ غير الطريق. يعني ما يمديك تحصل بيتا 1 ريسبترز في البودي الا في شو ها؟ اي بيتا ريسبترز ثانيه في اي مكان ثاني في البودي بالنسبه لكم عباره عن شو ها؟ عباره عن بودي. هذا يسكب مهم جدا. انت ما يمديك تحصل بيتا 1 ريسبترز في استثناءات قليله من الزبون مهمه، ما يمديك تحصل بيتا 1 ريسبترز الا في الهضم. واي بيتا ريسبترز في اي مكان ثاني في البودي غير الهضم عباره عن بيتا 2 ريسبترز. الصيادله لما يجيبوا البيتا بلوكرز عندهم بيتا بلوكرز ما بتفرق بين بيتا 1 وبين بيتا 2. يقرأوا ولد من الأخوان اللي هم بسموهم نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. كانت نون سيلكتيف معناته شو؟ معناته الدواء ما يمديه التمييز بين هنا شنو ها؟ بين بيتا 1 وبيتا 2. يضرب بيتا 1 ويضرب بيتا 2 ما فيها المرض ذات يعمل هنا شنو ها؟ يضربه في لانه المرض الان موجود في شنو ها؟ في بيتا 1. مشكلة انا ما عندي نص عشان ما في بيتا 2، بالعكس انا ما عندي بيتا 2 لكن ممكن لو اديناه النص ذاك البيتا بلوكر حيقفل لي البيتا 1 حيعالج لي المساله، لكن في لي بيتا 2 حيكون لي مشاكل. ذا نون سيلكتيف بيتا بلوكر ديل اشهر واحد في المستشفى عندنا حاجه اسمها بروبرانولول 5 بروبرانولول. هذا بروبرانولول هذا مشهور. خذ عندك قاعده عامه في علم الادويه، اي دواء يقع في ايدك اخذه ال او ال ده بيتا بلوكر طوالي اخذ على طول بروبرانولول تيلولول بسبرولول ميتبرولول كاربيدولول اندلول سوبيدلول اخذ ال او ال في الاخر بطوال البيتا بلوكر. ليش لما يديه البيتا بلوكر قال اخذ ال او ال اخذ لام واو لام اخذ اسم العلم اسم العلم ها اخذ ال او ال يعني برضو ما هو الاول ما هو الاول ما هو الاول ها يبغى يد في الاول حلو كيف الحكايه في عندك وحل قصدك في الكارت لكن وين الاشكال بصير؟ امشي في البيت يكون يسبترس انا ما ادري اكثر بيت يكون يسبترس انا ما يمكن واحد كده عباره عن بيت يكون يسبترس اللي موجوده في القرون القريب في الشعب الهوائي لان ما هو اصل الجهد بس عندك الشعب الهوائية مثل اللي عامله كده بس انت اير وي تراب از سموث مسل لايك ذيس هنا في بيتا 2 هنا شنو ها؟ ريسبترز جايه هنا شنو ها؟ سمباثيتك لما السمباثيتك اتحد مع البيتا 2 ريسبترز هنا بيعمل ريلاكسيشن هو الكلام؟ لما السمباثيتك ارتبط مع البيتا 2 ريسبترز ويحصل للبيتا 2 ريسبتر كونتراكشن، الكونتراكشن بيعمل ريلاكسيشن زي الراديال فايبرز بتاعت البيوبل، لما حصل لها كونتراكشن بتعمل كونتراكشن كيف؟ هتوسع الاوزان. فانا ما ادري ما احبه لو اديت النون سيلكتيف بظبط الهارت ريت لكن بعرض البيشنت لقضيه بتاعت شنو ها؟ برونكو سبازم. سبازم ان سموث مسل المسألة في الشخص الطبيعي ما في اشكال. لكن إذا البيشن إز أسمدت عنده أسمر يصبح ممنوع بالعباد أنك تجيب من شنو هذا؟ نص اللي يعطوا كود اسمه كونسنتريشن معين. هو الكلام؟
اسمع 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 كويس جدا. لأن البيشنت لو عنده أصلا أزمة عنده يكون حساسية شديدة جدا للقفل. أقل القفل بتعمله شنو ها؟ مشكلة. في الشخص الطبيعي أقل القفل بتعمل حاجة. لأنه الأرضية بتاعت الحساسية أصلا هو شنو ها؟ ما موجود يعني ممتاز. لكن الشخص اللي عنده الأزمة أصلا القفلة الصغيرة دي بتعمل كونستريكشن، والكونستريكشن في الغالب بيكون عنيف جدا. كثير من الحين بيكون فيها البيشنت يموت. لذلك الناس في علم الأدوية معروف ممنوع منع لا يقبل لأي نقاش أنك تكتب نص اللي تكتب فيه تطبخ البيشنت اللي شو هذا؟ البيشنت مو عمر البيشنت حيستفيد من الحكاية الراجل الرخيص كان إشكال لو كان البشر يبين شو هذا قام الصيام ده مش في كتاب شوية قام عمل البيض وضوخ المالك سموها كارديو سيلكتيف بيض وضوخ كارديو سيلكتيف كارديو سيلكتيف يعني عاد يشتغل على البيت هون ريسنتر بس غالي جدا طبعا لازم ها ها يعني يخش جوا يقول لك انا والله بس البيت هون غالي مش كده صح حسابه مشهور عندنا في السوق المستشفى التينو لول ها التينو لول تينو لول ذا كارديو سيلكتيف لذلك تركز كويس جدا انه هو لو انت جيت للزياده في الهارت ريت اللي اسمها التاكيكارديا الله يشافيك الزياده في الهارت ريت السبب بتاع تاني يبدا انت الاكشن ويجنورك اللي في الان بيتا والديزل بس ويتراكم ده كان كبير كل ما كان النمبر 10 كويس في الفاير. يعني هنيجي الان نخش ونكتب عندنا واحد لو اخذنا نقص اللتي بنعالج المشكله وليس هناك اشكال اللي كان مش معنا الاشكال اذا بيش من عند اسمه لانه انا ما ابغى البيتا تو ريسبتورز اللي موجوده في البرونكي 3 ما بانت لان دي بتعمل هنا شو هذا؟ ريلاكسيشن بدليل انه البيشن اللي عمل اسماء احيانا بدون هنا شو هذا؟ بدون بيتا اوتس يعني المعالج بدون بيتا اوتس انت عايز تمشط هنا شو هذا؟ عشان تعمل شنو؟ عشان تعمل ثاني بيشن يعني ما عاد ما عاد في لو اديته نون سيلكتيف بيتا بوكت يعني فورم اوف بروبرانولول هذا الكلورايد تكس اوكي وجو رايت انا عارف نقص الهارت ريت فعلا انا عاجبني بدون ريسبترز البيشنت يكون اسماتيك ما في مشكله اكيد ما اسمي بس لو عندك اي نوع من الحساسيه حتى لو عندي اكزيما بس ممكن معرض يعني حتى لو ما عندي بس لكن عندي شو هاف عندي اي حساسيه ثانيه ممكن تعمل الصياد انتقلوا من النون سيلكتيف الى هنا شو هاب؟ كارديو سيلكتيف حتى فهم بعد شويه لو فيه كارديو باسكولار فيزيولوجي يقول لك البنتريكم شو بيتا وين ريسبترز البنتريكم مثلا كده ذيس از البنتريكم البيتا وين ريسبترز هنا وجايها بوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرون لما نتحد معاها بيزيد الفورس اوف كونتراكشن هنا في كونتراكشن زي الاكسرسايز مثلا تلقى الدقات بتاعتك كثيره ليه؟ ليه كثيره؟ عشان عشان في الاكسرسايز دي سيمباثيتك ستيموليشن مشغل على البيت وين اكسرسايز والقوه بتاعت الضربه ذاتها مالها؟
قلي عشان استنبست قال لا ماشي على هي شنو هذا على البيت هو اللي سبت الموجود كذلك شنو هذا لما تزيد الفورس اوف كونتراكشن وزيد التكان على القلب كمان اكثر القوه الدفاعيه بتاعت الدم بيحصل لها شنو هذا تزيد وده كويس عشان العضلات هي كفايه شنو هذا sympathetic autonomic nervous system is a very important subject to understand physiology and to understand medicine. أي organ عنده sympathetic process. أي organ عنده sympathetic process. لكن الموضوع اللي بنقوله في الأول اللي هي نجيب عليه في القراي السنة الجاية إن شاء الله بالسكرانين الكلال بتطلع كاتيكوليميكس وشغال زي السيمباثيك نيرفس سيستم تماما بس هنا السيمباثيك جاي طالع من النفس وهناك الكاتيكوليميكس طالع بيشيلوها من الغدة هي بيسموها سيمباثو ادرينال سيستم مع بعض من الرشوة الاثنين مع بعض نفسها وشوها والسيمباثو الادرينال سيستم. الحكايه كلها مبنيه تكون عارف كويس جدا الريسبترز، عارف الترانسميترز، عارف الفينومينو بريسبروكال انرفيشن التعصيب العكسي انه كل اورجن عنده سيمباثيك وعنده باراسيمباثيك اند ريستو كونديشن الاثنين شغالين بالنصوص الطبيعي وكل واحد بيضاد الثاني والمحصله الطبيعيه عباره عن شنو هذا؟ انا عاوز انشط واحد فيهم والثاني لازم يحصل له شنو هذا؟ لازم اما كونوا الاثنين يكونوا شغالين مع بعض ما يعني عدد سؤال ممكن اقصى درجه بتاع السيمباثيتك ستيموليشن بتجيب منين؟ ما تتكلم سهل اقصى درجه انت في سيمباثيتك ستيموليشن بتجيب منين؟ دحين دحين خايف يشيلوا انا ما اضمن اطلع الارض ما عندي شيء يا اخي لا حول ولا قوه ها ده تبريل من الاستيج ها قريب لك من القيام ايش دليل على التضاعف؟ يعني ايه يا عم رجعت ايش يعني يا عم رجعت عباره عن شنو ها؟ سيمباثيتك شغال على هذا. والكلام الثالث في الكمبيوتر سيمباثيتك شغال على شنو ها؟ على